فضيلة الشيخ، ما حكم التباكي في قراءة القرآن وغيرها؟ التباكي إذا لم يكن تصنعا أو رياء فلا بأس به، بل قد يكون مطلوبا. أما إذا كان تصنعا أو رياء، يعني بعض الأئمة يبكي أو يتباكى رياء من أجل أن يبكي الناس الذين حوله، أو ليقال إنه رجل بكى، فهذا لا يجوز. لكن كونك تستدعي البكاء بمعنى أنك تحاول أن قلبك يخشى ويشاهد عظمة الله عز وجل، أو يشاهد الثواب في آيات الوعد، أو يشاهد العقاب في آيات الوعيد، هذا طيب وينفع الإنسان. في حديث لا يحضرني عن صحته: إن لم تبكوا فتباكوا، لكن لا أعلم الآن متى صحة هذا الحديث.